ملف سعد الجبري يطفو على السطح من جديد، والستريت جورنال تكشف محاولة السعودية استدراج مسؤول مخابراتها الهارب، وتقول إن الوثائق التي يمتلكها الأخير تتضمن معلومات حساسة تتعلق بسياسة المملكة. فما الذي يخفيه ملف الجبري؟ كورونا يواصل تفشيه عالميا. روحاني يؤكد إصابة 25 مليون إيراني بالفيروس، وبرشلونة مغلقة أمام السياح مجددا، فهل نحن أمام موجة ثانية لانتشار الفيروس القاتل؟ وفي موضوعنا المغاربي، مسار البحث عن رئيس حكومة جديد في تونس. قيس سعيد يواصل مشاوراته، وحزب قلب تونس يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. هل يمكن تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حركة النهضة؟ وفي جولتنا في وسائل التواصل، صورة طفلة تلخص معاناة اللبنانيين في ظل أزمة الكهرباء. أهلا بكم. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السلطات السعودية سعت إلى استدراج ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري الموجود في كندا إلى تركيا لامتلاكه وثائق مهمة، مشيرة إلى أن الوثائق التي يمتلكها الأخير تتضمن معلومات حساسة تتعلق بسياسة المملكة. الود الفائض في هذه المشاهد كان المقدمة لعداوة ستستشرس ولمطاردات ستطول. فليس محمد بن نايف وحده من أزيح عن ولاية العهد، بل سيلاحق الأمير الجديد كل مقرب منه، ومن أولئك سعد الجبري ذراعه التي يتكئ عليها، ومستودع سر أجهزة الاستخبارات التي يخشاه ابن سلمان. سلم الرجل بأعجوبة مما لحق غيره من أمراء، وغادر في تلك اللحظات المربكة إلى منفاه في كندا. وهناك لم يترك لشأنه إلى أن يفلت من يده بحسب صحف أمريكية وثائق قد تضر بابن سلمان وأطماعه، أو قد تعينه على خصوم له في الحكم. ليس أولئك الخصوم إلا محمد بن نايف وإن سجينا، وهو من يعد له الآن ملف فساد قد يطوي صفحته وينهي تهديده في عيون الأمير للأبد. لأجل ذلك يهدد الجبري ويعتقل أبناؤه رهينة، لكنه يرفض العودة من حيث أتى. تضغط الرياض على من يستقبلونه على أرضهم لتسليمه، ويرفضون أيضا، ثم تصدر في حقه مذكرة اعتقال دولية ودون جدوى. ومن يطلبه حين تقل حيلته يعيد سيرته القديمة. تقول وول ستريت جورنال إن أحدهم حاول إقناع الجبري بالسفر إلى تركيا، وذاك المسار نفسه الذي اختفى أثره جمال خاشقجي، إلى أن لقي حتفه في قنصلية بلاده هناك أعزلا. الجريمة التي روعت الجميع وأحرجت المملكة. أما من يدفعون عن الرياض كل تلك التهم يقولون إن الجبري نهب خزائن الدولة، وإن ولي العهد الجديد الراغب في الإصلاح راغب أيضا في استرجاع ما سرق من السعوديين. ويسأل بعض السعوديين أما نصوب التهمة لكل هذا الكم من المفسدين حوله، ألا يعني إلا فساد الحكم نفسه، ومن يقبضون عليه ليس استثناء. وللإضاءة على هذا الملف ينضم إلي من دبلن عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي. سيد عبد العزيز، البعض يرد محاولة استدعاء الجبري لامتلاكه ملفات استخباراتية خطيرة وحساسة بالنسبة للمملكة، لا سيما وأنه يعني عمل في مجال الاستخبارات تحديدا بالعلاقة مع الاستخبارات الغربية. لأي درجة هذا السيناريو صحيح، أم أن الموضوع يتعلق بالعداوة وتصفية الحسابات مع كل من كان مقربا من محمد بن نايف؟ طبعا كبداية نجب أن نأخذ من هذا الوضع رسالة واضحة. الإعلام السعودي يقول الآن أن محمد بن سلمان، عفوا أنا أسمع الصدى إذا يمكن، أن محمد بن سلمان يتهم محمد بن نايف والجماعة معه بسرقة الأموال أو بالاختلاس على فترات طويلة. المشكلة هذه نابعة من عدم وجود آلية رقابة، وهذا لم ينتهي بوجود محمد بن سلمان. فمن يدعي أن ما يفعله محمد بن سلمان أو يناقش بأن هذا حل المشكلة، سواء كانت هناك أموال سرقت بطريقة غير نظامية
أو بطريقة نظامية، لأنه محمد بن سلمان الآن يأخذ الملايين ويسهل التجارة لمن هم قريبين منه، وهذا يعني مسجل، مثلا أخوها عنده عقد يخص خطوط السعودية وجهات أخرى، وهذا هو السائد في المملكة كما قال الجبري. هذه هي طريقة عمل التجارة في المملكة. بعض الأحيان لا يكون فسادا مباشرا، ولكن بالتأكيد هو عملية فاسدة لأنها مرتبطة بسلطة غير منتخبة وليس لها حق الأمر. الآن هل يتم حل هذه المشكلة أو مخاطبتها؟ أو هل يهتم النظام فعلا بحل المشكلة كي لا تتكرر هذه الاختلاسات؟ وهل تجاوزات الجبري فقط هي الاختلاسات؟ بالتأكيد لا، جواب على كل هذه الأسئلة. والموضوع هو نعم تصفية حسابات وخوف محمد بن سلمان على منصبه وليس أكثر من لكن ذلك. لكن تصفية حسابات وخوف على المنصب من ماذا؟ يعني يبدو محمد بن سلمان قابضا على السلطة بيد من حديد، صفى خصومه سواء بذريعة مكافحة الفساد أو حتى بذرائع أخرى. يعني لماذا الآن في هذا التوقيت أيضا يفتح ملف الجبري، يفتح ملف يعني شخص تابع لولي عهد سابق بات فعليا خارج دائرة الحكم ولا يهدد يعني بشكل مباشر على الأقل محمد بن سلمان؟ طبعا السي ان ان كانت لديها تقرير أمس عن محامي طه الحجي وكيف أنه استهدافه من الحكومة السعودية، والمرحوم جمال خاشقجي أيضا تم استهدافه، بمعنى أن الحكومة السعودية ممكن أن نقول حكومة تافهة وتصنع المعارك، لأنها محمد بن سلمان لا يملك شرعية. يعني العنف الذي ينتهجه محمد بن سلمان سواء مع الأسرة الحاكمة أو مع المجتمع المدني في السعودية هو دليل على ضعفه وفقدانه للشرعية. وبعد ما حدث في حادثة خاشقجي والحوادث الأخرى وحرب اليمن التي يعني تورطت الحكومة السعودية فيها في جرائم حرب، بالتأكيد هناك مشكلة في الشرعية، وبالتأكيد من هم في الغرب يبحثون عن بديل. رأينا تقرير من المخابرات الألمانية يقول أن محمد بن سلمان شخص مقامر متهور لا يحسب العواقب وشخص ليس لديه رحمة. رغم ذلك ورغم كل هذه التوصيفات التي يعني تحدثت عنها وسائل إعلام غربية، لكن يبدو أيضا أنه ما زال يتمتع بثقة ترامب وهو الحليف الأهم بالنسبة للسعودية. طبعا ليس فقط ثقة ترامب، هناك العديد من الدول التي لديها علاقات مع السعودية، في الأخير تقيم العلاقات مع الدولة لأن هناك مصالح للناخبين وللدولة. يعني ترامب هو يهمه مصلحة أمريكا في النهاية، أو يمكن ترامب هو الأكثر صراحة فهو يقول ذلك صراحة ويقول للسعوديين ما طبيعة العلاقة التي بينهم، هي حماية مقابل أن يدفع السعوديين جزية، ليس أكثر من ذلك. ولكن محمد بن سلمان بتهوره أصبح غير جيد حتى للنظام العالمي، حتى لتجارة السلاح والجهات الأخرى التي تستفيد من السعودية. محمد بن سلمان يشكل كابوسا لأنه إعلاميا له ملف عالي بريء المشاكل والجرائم والفضائح، وهم يفضلون يعني لو رأينا الملك عبد الله ومنهم من قبله كان لديهم مشاكلهم ولديهم السرقات تحته وجرائم حقوق الإنسان، ولكن كان يبقى لديهم الحكمة لإدارة هذا الملف ليس كما يفعل محمد بن سلمان، لذلك هو يخشى من الآخرين. شكرا لك، وصلت الفكرة. عبد العزيز المؤيد الناشط الحقوقي حدثتنا من دبلن. وفي ملف آخر، طالب تكتل اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي بالتحقيق في الممارسات غير القانونية لشركة البحر السعودية خلال رسوبها في الموانئ الإسبانية. وقال العضو في التكتل النائب مانو بينيدا للتلفزيون العربي إن الشركة السعودية تقوم بنقل مواد تؤجج الحرب في اليمن. لقد اكتشفنا أنه منذ عام 2017 تقوم شركة بحري السعودية للشحن بنقل مواد غير شرعية تماما، ونحن طالبنا البعثة الأوروبية أن تتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح لهذه الشركة بالعمل هنا، يجب أن ينتهي ذلك. هذه الشركة تقوم بنقل مواد تستخدم في الحرب المستمرة منذ 5 سنوات على اليمن وأدت إلى سقوط مئات آلاف القتلى. لا يمكننا السماح للمفوضية الأوروبية بغض النظر عن تلك الممارسات والسماح بممارسات غير قانونية. بنيدا أيضا شرح ما وصفها بالطرق الملتوية التي تنتهجها شركة النقل السعودية في عملها من خلال تزوير مسار سفنها المحملة بالأسلحة والمواد الخطرة، مشددا على أن القانون الإسباني يجرم مثل هذه التصرفات. ممارسات شركة الشحن السعودية هذه غير قانونية،
فهي تقوم بتزوير المسار المبرمج لها من خلال معالجة البيانات، كما تقوم الشركة بتحميل الأسلحة والمواد الخطيرة في مناورات ليلية، وتقوم بتغيير الإشارات الخارجية للسفن حتى لا يتم تحديدها بوضوح. وهذا انتهاك واضح للقانون الإسباني الذي يغرم مثل هذه التصرفات، ويمكن أن تصل في كل حالة إلى 120 ألف يورو. طبعا ملف سعد الجبري الذي أثار الكثير من الجدل في التقارير والصحف العالمية أيضا وجد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي. ترصد لنا هذه الأصداء الزميلة مايا عوضة. إليك مايا. شكرا لك زاهر. أهلا بكم. على طريقة خاشقجي، بهذه الكلمات وصف مغاردون ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض حاولت إغراء سعد الجبري المستشار السابق للأمير محمد بن نايف والمسؤول الكبير السابق في الاستخبارات السعودية الموجود في كندا، وذلك عبر شريكه بالسفر إلى تركيا كي يكون أقرب إلى عائلته. الصحيفة أشارت إلى أن السعودية أرسلت للجبري صديقا ليقنعه بالعودة قبل أن تصدر بحقه مذكرات توقيف وتبلغ الانتربول وتسجن اثنين من أبنائه في مارس آذار الماضي. ولكن لماذا هذه الرغبة باستعادة الجبري؟ الصحيفة نقلت عن عائلته أن الرياض تتخوف منه لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة، بالإضافة إلى وجود ثأر شخصي بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ما كشفت عنه وول ستريت جورنال قسم الآراء على المنصات. الحسابات الموالية للسعودية أطلقت هاشتاغ فساد سعد الجبري، ونشروا من خلاله اتهامات له بالتستر على الفساد. مثلا هذا المغرد كتب: يسرقون ويهربون ثم يدعون أنهم معارضون سياسيون، لصوص وفاسدون خانوا القسم بالله ثم خانوا الوطن وقادته وأهله على حد تعبيره. في المقابل هناك من رأى أن الجبري كان ينتظره مصير الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول كما جاء في هذه التغريدة. وهناك من تساءل عن سبب نشر وسائل أعلام سعودية أخبارا عن تهم فساد للجبري دون غيره. مثلا غانم الدوسري غرد: أعرف كثير من أمراء وأميرات آل سعود الهاربات لم تعلن عنهم الحكومة كما فعلت مع الجبري، هل السبب يعود لكونه من أفراد الشعب؟ أما هذا المغرد فاعتبر أن اللي مصدق مسرحية فساد سعد الجبري هو نفسه اللي يقول الحكومة ما قتلت خاشقجي وما عذبت لوجين وما في شيء اسمه احتباس حراري والكرة الأرضية مسطحة. ونختم بهذه التغريدة التي يرى كاتبها أن الجبري يحمل ملفات عن فساد آل سعود، ويعتبر أن الخطوة غبية كالعادة من الحكومة السعودية وستجر نفسها إلى كشف فضائح أخرى. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الفقرة. عودة إلى بقية أخبار الساعة الأخيرة معك زهر. شكرا مايا. أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تسجيلها زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك بزيادة نحو 260 ألف حالة خلال 24 ساعة. المنظمة أكدت أيضا زيادة أعداد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم بأكثر من 7000 حالة خلال 24 ساعة أيضا، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو الفائت. وفي إيران أيضا، حيث قال الرئيس حسن روحاني إن 25 مليون مواطن إيراني أصيبوا بفيروس كورونا وفق تقارير لوزارة الصحة. ودعا روحاني إلى الاستعداد لمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا قد تؤدي إلى إصابة 35 مليون شخص آخر بالفيروس. محمد صالح واحد من 25 مليون إيراني تعتقد السلطات أنهم أصيبوا بكورونا. ثبوت إصابة أفراد من عائلته أقلقه طوعيا، فرض على نفسه حجرا منزليا 14 يوما. تواصل مع الأطباء لكنه لم يدخل مستشفى. شعر بالطمأنينة فعاد للعمل مع مراعاة البروتوكولات الصحية. ثبتت إصابة والدة زوجتي وكنا في رحلة، لكن اختباري كان يشير إلى عدم الإصابة. شعرت بأعراض مشابهة ففضلت التزام المنزل. قبل أسابيع تراجعت الإصابات
فتراجع الخوف من الفيروس. انخفض التزام الإيرانيين بقواعد التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوياته، فدخلت إيران سريعا موجة ثانية أشد من انتشار كوفيد-19، وسجلت أعلى معدلات للوفيات بسببه منذ شباط فبراير الماضي. اليوم تعرب السلطات عن قلقها إزاء الأوضاع. معركة غير عادلة يخوضها الأطباء والممرضون هنا مع كورونا. عشرات منهم قضوا وآلاف أصيبوا. إرهاق جسدي ونفسي وتحذيرات من نقص في الكادر الطبي وقلق من احتمال مواجهة نقص في أسرة المستشفيات في بعض المدن. اختلفت الأمور، ونحو ثلث مراجعين لا أعراض لديهم وجزء آخر لديه أعراض مختلفة عن تلك التي عرفناها عن كورونا. عود على بدء، السلطات الإيرانية اضطرت لفرض الإغلاق من جديد. المهن الأكثر خطورة عطلت مرة أخرى. عاد الخوف، فارتفعت نسبة الالتزام الصحي. معركة كر وفر هي حالة إيران وكورونا. أسرع من المتوقع دخلت إيران الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، موجة رفعت مجددا من نسبة الالتزام بالضوابط الصحية، إلا أنها أعادت القلق أيضا من الفيروس ومن تبعات انتشاره اقتصاديا. حازم كلاس، العربي، طهران. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 62 وفاة. هذا وأعلنت الحكومة الفلسطينية عددا من الإجراءات الجديدة ضمن محاولة السيطرة على فيروس كورونا وانتشاره في الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحركة بين المحافظات ستمنع مدة أسبوع، كما أعلن توقف الحركة يوميا من 8 مساء وحتى 6 صباحا لمدة أسبوع في جميع المحافظات. وفي إسبانيا طلبت حكومة إقليم كاتالونيا من سكان برشلونة عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورات القصوى، بينما حضرت تجمع أكثر من 10 أشخاص وأغلقت صالات السينما والمسارح والنوادي الليلية. جاءت القيود الجديدة بعد أقل من 4 أسابيع على رفع إسبانيا حالة الطوارئ التي فرضت على سكانها البالغ عددهم 47 مليونا، وذلك في ظل تدابير إغلاق كانت من بين الأكثر صرامة في العالم لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شخص في أنحاء البلاد. وينضم إلي من نيويورك الدكتور غياث موسى، الأستاذ المساعد في جامعة نيو جيرسي. دكتور، بالمعنى العلمي أولا، ما المقصود بالموجة الثانية، وهل وقوعها أمر حتمي أم أنها مجرد احتمال يجب التحذير منه لاحتوائه وتقليل مخاطره؟ الحقيقة العلم ما عنده جواب كافي للي تفضلت فيه، للسؤال اللي تفضلت فيه، بس حتى نكون عادلين لازم نكون حذرين من موجة ثانية. ما هي الموجة الثانية؟ أنه يصير بعد ما يخف نسبة الإصابات اليومية ترجع تزيد. للوقت الحالي إسا ما عم نقدر نقول أنه اللي عم يصير هو موجة ثانية ولا زيادة في عدد الفحوصات التي تكشف عن الكورونا. فعمليا الولايات الأمريكية الشمالية اللي هي نيويورك ونيوجيرسي كانت عندها من شهرين نسب إصابات عالية، هلأ في الولايات الجنوبية عم تكون نسب الإصابات عالية بس ما رجعت للولايات الشمالية، فبما معناه ما بالضرورة هاي موجة ثانية. بس هذا برجع بقول لازم يكون عنا الحذر الكافي مشان ما يصير في موجة ثانية. طيب، لأنه إذا نتعلم من الفلو الإسباني اللي صار بال 1918 كانت الموجة الثانية قاتلة أكثر من الموجة الأولى. تماماً، هذا في حالة الإنفلونزا الإسبانية تقصد. طيب، السؤال، هل سيزيد الشتاء من سوء يعني انتشار الفيروس، ولأي درجة يمكن أن تبني الدول والمرافق الصحية والخدمات الصحية أقصد في عموم أنحاء العالم على الخبرة والتجارب التي مرت فيها خلال الأشهر الماضية خلال مكافحة هذا الفيروس؟
خليني ارجع اجاوبك مثل على الجواب السؤال الاول. الحقيقه العلم بالنسبه للكورونا فيروس هسه قليل كثير. نحن بالتوجيهات اللي بتكون توجيهات الطبيه بيكون عندنا ثقه بالتوجيهات على ثلاث مستويات. المستوى الاول اذا بتكون دراسه مزدوجه التستر بمراكز متعدده، المستوى الثاني اذا بيكون في دراسه بسيطه، والمستوى الثالث اذا في اتفاق اراء. كل المعلومات اللي بنعرفها عن كورونا لغاية الوقت ما إلى أي نسبة من الثقة، كلياتها ملاحظات. فنحن اللي عم نسأل السؤال اللي تفضلت فيه، شو بيعمل الشتاء؟ الشتاء بالنسبة لكل الفيروسات بيكون له انتشار أوسع لأنه الناس بتكون قريبة على بعضها أكثر. بس الملاحظ للوقت الحالي إنه المناطق الباردة والمناطق الحارة كان عندها نفس سرعة الانتشار. يعني الانتشار اللي صار بالسويد والانتشار اللي صار بشمال إيطاليا كان نفس الانتشار اللي عم يكون بالبرازيل، واحدة حارة وواحدة باردة. فعملياً إسا ما في جواب استثنائي معروف عن أي شيء بيتعلق بالفيروس. إسا ما عنا أي فكرة مين اللي عنده مناعة لما يجيه الفيروس. فإساعتنا بالبدايات عم نستنى يكون في تفضل دكتور. يعني اختلفت طبعا سياسات الدول وإجراءاتها إلى حد ما ربما في مكافحة الموجة الأولى من فيروس كورونا. رأينا مثلا في السويد طبقت ما يعرف بمناعة القطيع وتركت يعني قللت من الحجر الصحي، في حين يعني دول أخرى نفذت إغلاق شبه تام كما هو الحال مثلا في إيطاليا أو في إسبانيا حتى. هل سيؤثر يعني ستؤثر هذه السياسات التي اتبعت خلال الموجة الأولى على شدة وقوة الموجة الثانية مثلا، أم أن يعني ما تزال هنالك بالمعنى كمقاربات أقصد، لا أنتظر إجابات حاسمة منك كما تقول؟ أنا يعجبني سؤالك جدا. الحقيقة السياسيين عم يلعبوا بالموضوع وهذا شيء مخطئ جدا جدا. يعني لازم يكون العلم هو اللي عم يتصرف. بس بنرجع بنقول لغاية الوقت الحالي ما عندنا فكرة واضحة علمية على معنى المناعة وقيمة المناعة من الإصابة بكورونا فيروس. فعمليا ما عندنا فكرة واضحة. بس ما في جدل إنه البدايات وقت اللي كان في عزل مثل ما تفضلت بإيطاليا ولا اللي صار بنيويورك، إنك تعزل الناس عن بعضها بيعطيك مسافة أمان لعدد الإصابات اللي راح تروح على المستشفيات واللزوم العناية الفائقة والأجهزة التنفس. فعمليا التباعد ضروري جدا، أنه يكون في حذر وغسل الأيدي وتغطية الوجه، هذا كله ضروري جدا حتى لتخف عدد الإصابات، حتى ما يكون في أرقام أكبر من استيعاب المستشفيات. بس هذا لا يعني أنه اللي هلأ ما انصاب ما راح ينصاب من جديد إذا رجع وطلع لبرا. فعملياً راح تصير الأمور من جديد إلا إذا صارت مناعة القطيع اللي تفضلت عنها بالسويد. بس هلأ مناعة القطيع إسا ما عندنا فكرة عنها، لأنه هي بنسميها المناعة الخلوية اللي بتكون بالعقد اللمفاوية اللي نحن إسا ما لنا شايفينها ولا لنا دارسينها كأطباء. نعم. فهذا اللي عم نستنى كانت مناعة قطيع ولا عن طريق اللقاحات القريبة إن شاء الله. بالتأكيد اللقاح أو اللقاح هو يعني الأمل لجميع البلدان ولنا جميعا طبعا. شكرا جزيلا لك دكتور غياث موسى الأستاذ المساعد في جامعة نيو جيرسي. تواصل بريطانيا جهود تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا وسط قلق من تزايد هجمات إلكترونية على مراكزها البحثية. تقول الحكومة البريطانية إن مصدرها قراصنة روس يعملون لحساب المخابرات الروسية. لا صبر لروسيا، تريد أن تختصر الانتظار وتقتصد المال وتنال شهرة الاحتكار. تسعى خلصة إلى سرقة الخلطة السحرية من جامعتي أكسفورد وكامبريدج. اتهام بريطاني لم يعد سراً. نسعى جميعا للوصول إلى لقاح يستفيد منه شعبنا وجميع شعوب العالم، لكن مساعي القرصنة الروسية المتهورة يجب أن تعلن على الملأ ليعرف بها العالم. مسؤولون في المركز القومي للأمن الإلكتروني في بريطانيا أطلعوا الحكومة على تقرير سينشر قريبا يفصل محاولات السطو الروسية الحثيثة والمكثفة. من موسكو يستهدف قراصنة الروس باستمرار حواسيب مراكز أبحاث تعمل على تطوير اللقاح.
بحسب التقرير تدعى المجموعة APT29 وقد طورت منذ سنوات فيروسات خبيثة تقرصن الحواسيب المستهدفة وتربطها مباشرة بالمخابرات الروسية. مجموعة يقول التقرير إنها تتكيف وتراوغ البرمجيات الأمن الإلكتروني، تغير اسمها باستمرار، تظهر مرة كدب مريح وأخرى كدب بديع. تدفع موسكو عن نفسها تهمة التجسس على لقاح كورونا البريطاني. هناك جوانب غامضة في الاتهام البريطاني الذي فاجأنا في اليوم الذي تلا إعلان شركة أبحاث روسية أن اللقاح الذي تطوره قد يكون جاهزا للاعتماد الشهر المقبل. منذ زمن بعيد تفزع لندن من جواسيس موسكو، وفي السنوات الأخيرة زادت أعدادهم في بريطانيا وكثرت بينهم عمليات التصفية بالسموم القاتلة. جرعة الخوف البريطاني من جواسيس روسيا تضاعفت مع وصول بوتين إلى الكريملين. بات القيصر في المخيلة البريطانية رجل مخابرات يطارد عملاءه المزدوجين وجواسيسه الهاربين، يرسل إليهم في بريطانيا السم القاتلة، والآن يحاول أن يسرق منها ترياق الخلاص من كورونا. من أمام السفارة الروسية، صابر أيوب، العربي، لندن. أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت تفويض الأمير صباح الأحمد الجامر الصباح ولي عهده بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتا. وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن دخول الأمير المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الأمير تلقى اتصالات من أمير دولة قطر ومن العاهل السعودي للإطمئنان على صحته. في السودان كشف الجيش عن فتحه بلاغات ضد إعلاميين وناشطين داخل البلاد وخارجها بعد رصده ما وصفها بالمخالفات والإساءات بحق القوات النظامية. وقال بيان للجيش إنه عين مفوضا عن القوات المسلحة ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري تتمثل مهامه في رصد الإساءات التي تمس القوات المسلحة. وأوضح البيان أن اللجنة فتحت بلاغات مع النيابات المختصة بعد رصدها إساءات للجيش. قال البيان إنها ضمن مخطط يستهدف الجيش ومنظومته الأمنية. كما أكد البيان أيضا أن القوات المسلحة لا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي على حد زعم البيان. الساعة الأخيرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. برلين وباريس وروما تلوح بإمكانية فرض عقوبات على القوى الأجنبية الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا. ملف سعد الجبري يطفو على السطح من جديد. وول ستريت جورنال تكشف محاولة السعودية استدراج مسؤول مخابراتها الهارب إلى تركيا، وتقول إن الوثائق التي يمتلكها الأخير تتضمن معلومات حساسة تتعلق بسياسة المملكة. كورونا يواصل تفشيه عالميا. روحاني يؤكد إصابة 25 مليون إيراني بالفيروس. وبرشلونة مغلقة أمام السياح مجددا. والآن إلى الفقرة المغاربية مع الزميلة فرح البرقاوي. إليك فرح. شكرا لك زهر. أهلا بكم. تنكب الأحزاب والكتل النيابية في تونس على تدارس خياراتها لترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة وتقديمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد. وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أن سعيد وجه رسائل إلى رؤساء الأحزاب والكتل النيابية تدعوهم إلى تقديم مقترحاتهم ومرشحيهم لرئاسة الحكومة قبل يوم الخميس المقبل. ويمنح الدستور التونسي رئيس الجمهورية مهلة 10 أيام بعد استقالة رئيس الحكومة للتشاور قبل تكليف شخصية جديدة خلفا له.
في السياق ذاته أصدر حزب قلب تونس بيانا بعد اجتماع مكتبه السياسي ندد فيه بالضغوط التي تتعرض لها كتلته البرلمانية عقب إمضائه. وناشد الحزب في بيانه الفاعلين السياسيين إلى تهدئة الأجواء وتغليب المصلحة الوطنية. كما دعا البيان الرئيس التونسي إلى الأخذ في الحسبان نتائج المشاورات السابقة والتعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الحزب إن الشخصية الأجدر بتولي رئاسة الحكومة هي التي تكون محل توافق بين جميع الأطراف يساندها حزام سياسي عريض. وتوالت أزمات النظام السياسي التونسي منذ انتخابات عام 2019، إذ عكس تباين أصوات الناخبين مشهدا سياسيا مشتتا برزت ارتداداته تحت قبة البرلمان وفي عمل الحكومة. ولم تمضي سوى بضعة شهور على تشكيل الحكومة حتى وجد التونسيون أنفسهم أمام فرضيات وسيناريوهات عديدة قد تصل حتى إجراء انتخابات مبكرة إذا أخفقت النخب السياسية في التوافق على الحكومة الجديدة. ميزان جماهيرية الأحزاب وقواعدها الانتخابية هو الصندوق. في تونس أسفر صندوق الانتخابات الأخيرة عن مجلس مشتت تقاربت فيه أعداد نواب الكتل. حركة النهضة تواصل تصدر المشهد بأغلبية بسيطة وبروز لم يدم طويلا لحزب قلب تونس كثاني كتلة ب38 نائبا استقال منهم 11. الصندوق نفسه أعاد رموز النظام القديم بحصول الدستوري الحر على 16 مقعدا. ثم تيار حزبي يناضل اليوم للبقاء والصمود اللي هو يتمثل أساسا في حركة النهضة، وأحزاب صاعدة في المشهد تحاول بكل قوتها افتكاك المساحات وملء الفراغات اللي هو أساسا حزب الدستور الحر، واللي من كروش اليوم اللي هو حزب يسجل في نقاط قوية. الانتخابات الأخيرة سجلت أقل مشاركة منذ الثورة بنسبة 41%. غاب خلالها اليسار التونسي وتقهقرت الأحزاب الكلاسيكية وبرزت أخرى جديدة على غرار التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة. مشهد يؤكد عدم إجماع التونسيين على أي مكون سياسي لإدارة الشأن العام. المواطن التونسي في منذ 10 سنوات إلى الآن ينتظر من السياسيين مردودا جيدا، ينتظر نتائج اقتصادية واجتماعية لم تأتي لحد الآن، إضافة إلى ذلك هذا المشهد الترذيلي في مجلس النواب. فسيفساء سياسية جاءت بها انتخابات 2019 لا أغلبية لأحد. عوامل كثيرة كانت سببا في تشتت الأصوات ومنع تحصيل الأغلبية القادرة على تشكيل حكومة مستقرة، أهمها قانون الانتخابات وخطاب الأحزاب الذي على ما يبدو لم يرتقي إلى مستوى تطلعات شعب يبحث عن الأفضل في كل صعيد. ما زالت أحلام التونسيين معطلة بعد ارتباك المشهد السياسي والتجاذبات الحزبية، وينظر التونسيون إلى انتخابات عامة بقانون انتخابي جديد قد تنقذ البلاد من هذا المأزق في حال تعثرت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. علي القاسمي، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس العاصمة صلاح الدين الجورشي الباحث السياسي. سيد الجورشي، إلى أي حد تعتقد بأن المشاورات الجارية حاليا بين القوى السياسية التونسية قريبة أو بعيدة عن الاتفاق على شخصية يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة فيما بعد؟ هو الحقيقة هذا السؤال هو المدخل لفهم المشهد السياسي الحالي في تونس، لأن الأحزاب الآن بصدد المشاورات فيما بينها من أجل تقديم مقترحات لأسماء قد يقبل بها رئيس الجمهورية ويعين واحدا منها رئيسا للحكومة. ولكن في نفس الوقت الأحزاب السياسية متخوفة من أن رئيس الجمهورية وله الصلاحية في ذلك بأنه ينأى عن تلك الأسماء ويختار اسم ربما من خارج القائمات المقدمة، وبالتالي يجد هذا الاسم صعوبة في تكوين حكومة وفي تشكيلها، وأكثر من ذلك أن تكون هذه الحكومة مدعومة من أغلبية برلمانية. هناك حالة من القلق، هناك حالة من التساؤلات. لماذا؟ لأن هذه الحكومة الجديدة ستتشكل في ظرف صعب جدا، هناك أزمة اقتصادية طاحنة والمؤشرات عديدة، يكفي الإشارة إلى أن ربع التونسيين ممكن أن يفقدوا أعمالهم خلال 6 أشهر القادمة، وكذلك هناك حرب على الأبواب ممكن أن تندلع في أي لحظة في ليبيا. طب على ضوء هذا الكلام، هل ترى إمكانية للتغلب على هذه العقبات
قبل يوم الخميس المقبل وهو موعد تقديم الترشيح لقيس سعيد؟ يعني مثلا حركة النهضة بالتنسيق مع قلب تونس الآن هناك مشاورات بينهما إضافة إلى ائتلاف الكرامة من أجل محاولة تقديم اسم أو اسمين يتفق عليهم هؤلاء لتقديمهم إلى رئيس الجمهورية، واعتبروا ذلك مساعدة منهم لرئيس الجمهورية على حسن اختيار مرشح جديد. لكن في نفس الوقت هناك أطراف حزبية أخرى من بينها التيار وحركة الشعب يسعيان بكل قوة لإقناع بقية الأطراف السياسية على أساس تشكيل أغلبية لا تكون النهضة ضمن هؤلاء، أي أنهم يريدون إقصاء النهضة بحجة القول بأن النهضة تريد أتباع ولا تريد شركاء. هل يمكن ذلك سيد زورسي؟ السياسي هذا قد يجعل رئيس الجمهورية في رأيي صعب إقصاء حركة النهضة من الحكومة القادمة. حركة النهضة تتمتع بوزن نيابي وتتمتع بعلاقات قوية بقلب تونس وبائتلاف الكرامة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 100 نائب في البرلمان إضافة إلى مستقلين وآخرين ممكن أن ينحازوا إلى هذا التكتل أو إلى هذا الائتلاف، وبالتالي المشهد البرلماني والسياسي منقسم ورئيس الجمهورية هو الذي سيصدر حكمه ويختار في النهاية. ماذا احتمال اتجاهه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط؟ يمكن أن يفكر في حكومة تكنوقراط، لكن يخشى أن هذه الحكومة لا تحظى بالأغلبية. وهناك من يفكر في تونس بأن رئيس الجمهورية يمكن أن يدفع الأمور في اتجاه عدم موافقة أغلبية برلمانية من أجل الدخول في تفكيك البرلمان وحله، وبالتالي دخول البلاد في انتخابات سابقة لأوانها. حركة النهضة تقول أنها مستعدة لذلك، لكن هناك أطراف سياسية لا ترغب في ذلك لأن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سيزيد من إضعاف المشهد وسيخلق حالة من لا التوازن، خاصة لم يحصل إلى حد الآن إعادة نظر في القانون الانتخابي الذي هو وحده قادر أن يعيد تركيبة المشهد الجديد. شكرا جزيلا لك صلاح الدين الجورجي الباحث السياسي من تونس. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن القاهرة ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، وأضاف في بيان أن تدخل تركيا في العراق وسوريا وليبيا يفتقر إلى أي سند شرعي وينتهك قرارات مجلس الأمن، كما أعرب عن استغرابه مما وصفها بمغامرات تركيا ومشاركتها في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها على حد قول البيان. في الملف الليبي أيضا أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث. وحثت الدول الثلاث جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل. ليبيا أيضا، وبعد بسط قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة ترهونة في الخامس من الشهر الماضي، عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة تدريجيا رغم نقص بعض الخدمات الأساسية. من جديد تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي في مدينة ترهونة. الأجهزة الأمنية والشرطية انتشرت لحفظ الأمن ومنع الخروقات. المجلس التسييري يتابع احتياجات المواطنين رغم صعوبة توفيرها. كل شيء مستحقين نحن حاليا في مدينة ترهونة، كل شيء من وقود من غاز من سيولة من أي شيء، من خدمات شركة الخدمات العامة من شركة المياه والصرف الصحي، أي شيء مستحقين في الفترة الحالية. نقص لم يمنع فتح الأسواق والمطاعم وحتى المقاهي لأبوابها وانتظار رجوع من فرقتهم الحرب. أي شخص عنده مشكلة قانونية أو أن ارتكب جرم فيما يتعلق التعذيب والقتل وإخفاء القسري للضحايا، أعتقد أنه يجب أن يقدم نفسه للقضاء، والباب مفتوح للمدينة بالكامل. هي آمال ينتظر أن تكلل بجمع شمل الأهالي بأحبائهم
بعد أن كانت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر تسيطر على المدينة بالحديد والنار لسنوات. رغم غياب جزء مهم من الخدمات الأساسية في ترهونة وعلى الرغم من مشاعر الانكسار، عاد السكان إلى مناطقهم على أمل أن تؤسس عودتهم لبداية جديدة تليق بالمدينة وكما أرادوها أن تكون. عبد الناصر خالد، العربي، مدينة ترهونة. عودة الآن إلى بقية الأخبار مع زاهر. إليك زاهر. شكرا فرح. خرجت مظاهرة احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. المتظاهرون حملوا لافتات تنتقد سياسات الرئيس حسن روحاني، وكانت المدينة قد شهدت احتجاجات وصفت بالمحدودة الخميس الماضي، رفعت فيها شعارات مناهضة للنظام الإيراني قبل أن تفرقها الشرطة. أصدرت إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت قرارا يقضي بتسريح مئات الموظفين من عملهم دون الإفصاح عن الأسباب. ويؤكد مختصون قانونيون صعوبة تحصيل حقوق الموظفين المصروفين من الخدمة بسبب قوانين العمل اللبنانية. كما يتهم المتابعون أيضا إدارة الجامعة باستغلال ظروف الأزمة الاقتصادية لدفع تعويضات العمال المسرحين بالليرة اللبنانية التي تشهد قيمتها تدهورا متواصلا. لا يخجل هذا البيت من إعلان حاجته إلى الناس ولا من فتح أبوابه أمام فاعلي الخير. أنا على الشغل بمستشفى جامعة، إن شاء الله يحنوا قلبهم. يحاول أبو ريتا مواساة ابنته التي صرفت من العمل. هو وزوجته أمسيا بلا معيل. ريتا صرفت من مستشفى الجامعة الأمريكية. التسعيني يتمترس خلف أدويته متمسكا بالحياة، وأم ريتا تجهد في تذكر تناول علاجها. ريتا الصيدلانية السابقة تخشى عدم تأمينها الدواء لوالديها لأنها بلا راتب. أنا صار لي أكثر من 23 سنة وأكثر عندهم وهيك طلعوني. صرخات المصروفين من العمل سمعها الموظفون الباقون بقلق، فهم ينتظرون لائحة ثانية مرتقبة قد تتضمن أسماءهم. وقفوا في حيرة بين أن يتضامنوا مع زملائهم وبين أن يدافعوا عن إدارتهم. تراجع الليرة أمام الدولار مهد لصفقة دفع تعويضات الصرف التعسفي بأقل الخسائر. يقولون فالإدارة تحصل على الدولار الأمريكي وتعطي الموظفين باللير اللبنانية. خبص في هذا القرار أنه رواتبهم أو أجورهم يتقاضوها بالليرة اللبنانية، فأصبح أقصى حد للتعويض لا يتجاوز لأعلى مصروف أو لأعلى أجير تم صرفه $5,000 أمريكي. لم تصدر الجامعة الأمريكية أي تعليق أو بيان إعلامي عقب قرارها بفصل أكثر من 800 موظف، سلوك وصفه المتابعون بالتعتيم، وهو ما لا يشبه ما درجت عليه الإدارة السابقة. على غير عادتها لم ترد إدارة المستشفى على رسائلنا المطالبة باستفسار عن الصرف الجماعي للموظفين. أداء جديد استغربه الرأي العام اللبناني المنتظر توضيحا لقرار كان بمثابة تقرير مصير لنحو 1000 عائلة أصبحت بلا معيل. حسن خريص، العربي، بيروت. قصتنا التالية أيضا من لبنان، الكهرباء، والقصة تختصر بصورة مع كماية. شكرا لك زاهر. أهلا بكم من جديد. تشتد أزمة الكهرباء في لبنان وتشتم على صدر الطفلة سيدرا البالغة من العمر 5 سنوات والتي تعاني من الربو. سيدرا مشاهدين حين يتأزم وضعها تلجأ إلى جهاز تنفس يعمل بواسطة الكهرباء، ولكن في الحي الطرابلسي حيث تسكن لا يتوفر التيار الكهربائي سوى ساعتين. الطفلة احتاجت الجهاز أثناء الليل، فما كان أمام والدها سوى أن حملها إلى محل مجاور لديه اشتراك كهرباء،
صورة الطفلة هذا وهي جالسة بهذا الحال قرابة منتصف الليل انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في اليومين الماضيين، وأثارت استياء شديدا مما اعتبره المغردون تخاذلا للسلطة في أداء واجباتها. إلا أنه وفور انتشار الصورة بادر أشخاص بتقديم العون لأسرة الطفلة، أحدهم قدم مولدا ووقودا لتشغيله، وآخر وعد بجهاز تنفس يعمل على البطارية. الأم وفي حديث لصحيفة محلية قالت إن الناس تعبوا من المطالبة بأبسط حقوقهم، والسياسيين ميؤوس منهم، والمواطن وحده من يخفف عن وطأة أخيه المواطن خلال هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار تسأل هذه المغردة، مسموح أن أولادنا يدفعوا ثمن استهتار الدولة وإخلالها بواجباتها؟ أما صاحب هذه التغريدة فكتب مشكلتها أنها مش بنت زعيم، في إشارة إلى الفروقات الشاسعة في المستوى المعيشي بين المسؤولين وشريحة كبيرة من الشعب. صورة سيدرا أعادت الحديث عن العتمة التي يعيشها لبنان بسبب أزمة الكهرباء، والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة إذ وصلت ساعات الانقطاع في بعض المناطق إلى حوالي 22 ساعة يوميا، وتزامن ذلك مع أزمة المازوت مما دفع العديد من أصحاب المولدات الخاصة إلى التقنين أيضا، الأمر الذي انعكس ظلاما دامسا في أرجاء مختلفة من البلاد. هذا عدا عن فواتير اشتراك الكهرباء التي ارتفعت كثيرا ولم يعد بإمكان كثيرين سدادها. وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تعيدان بحل الأزمة قريبا بعد وصول بواخر المحروقات الأسبوع المقبل، إلا أن هذه الوعود لم تقنع طيفا واسعا من اللبنانيين، وهذا انعكس في الشارع من خلال عدد من الاحتجاجات في الأيام الماضية. هذه التغريدة تحمل صاحبتها مسؤولية العتمة في البلاد إلى الفساد والفشل في محاربته، وهذه المغردة تضيف أن الأزمة فعلا لم تعد تحتمل. وفي إشارة إلى الأموال التي صرفت في قطاع الكهرباء دون جدوى، كتبت الناشطة علي عواضة باستهزاء: يعني الثقب الأسود مش شافت كواكب ونجوم، قد ما وزارات الكهرباء المتعاقبة شافت مليارات الدولارات من جيوبنا، وبعدها الكهرباء ما عم تجي، كورونا وعتمة وانهيار في لبنان. وفي موضوعنا الأخير لليوم، يزداد في الآونة الأخيرة اهتمام الناس بمسألة حماية بياناتهم الشخصية، فهل هناك أي بدائل عن المواقع والتطبيقات التي نستخدمها حاليا؟ نتابع سويا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الفقرة، عودة إليك زاهر. شكرا مايا، ومعك أيضا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، أودعكم مع الكاريكاتير، في أمان الله.